إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنَّ بسُنَّته ونهج نهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، بأن يُطاع سبحانه فلا يُعصى، وأن يُذكر جل وعلا فلا يُنسى، وأن يُشكر جل ذكره فلا يُكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إن من خصال التقوى وكريم شيم أولي الألباب والنهى التثبت في قبول الأخبار، والتروي في العمل ونشر مضامينها بعد صحتها حتى تتبين كيفياتها وثمراتها. وهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، إذ يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن الآداب التي أدب الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين التبين، وهو التثبت عند ورود الأخبار، وخصوصاً ما يتعلق بالشرع المطهر الذي تعبد الله تعالى به المكلفين، وكذا ما يتعلق بأمر الأمن والخوف، وكذا ما يتعلق بالأمن والخوف من أمر المسلمين. فأوجب ربنا تبارك وتعالى على عباده التثبت عند ورود الأخبار من جهة صحتها وحال نقلتها، ثم النظر في مضامينها وما قد يترتب عليها من تصرف وأثر. فأما من جهة ناقل الخبر فينظر في حاله، فإن كان صادقاً قُبِل خبره، وإن كان كاذباً رُدَّ خبره عليه، وإن كان فاسقاً أو مجهول الحال توقف في خبره حتى يتبين أمره. وأما مضمون الخبر فإن كان في حال صحته يوجد خيراً مفقوداً، أو ينمي خيراً موجوداً، أو يدل على مصلحة، أو يدرأ مفسدة، أو ينبه على خطر، أو يحذر من ضرر، عمي بمقتضاه وأشيع وأشهر لتبلغ الناس فحواه. وإن كان مضمون الخبر يشيع فاحشة أو يشهر شرا أو يسبب إرجافا في المجتمع ويحدث فتنة ونحو ذلك، كتم ورد إلى أولي الأمر من أهل الحكم والعلم، وانتظر ما يصدر عنهم بشأنه من استنباط وتوجيه عليه، ثم ما يصدر عنهم عملا بقوله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. معشر المسلمين، فما يتناقل بين الناس من أخبار وأحاديث بشأن الدين فلا بد تجاهه من أمرين: الأول التحقق من ثبوته، أي قيام الدليل عليه من الكتاب أو السنة أو عمل السلف الصالح من الأمة. الثاني كيفية العمل به على الوجه المشروع، وكيفية نقله وبيانه للناس. وأما ما يتناقل بين الناس من أخبار تتعلق بأمن المجتمع وسلامته، فيرجع فيها إلى ولاة الأمور، ثم يُصدر عنهم فيما يوجهون بشأنه،
ويطاعون في معروفه ولا يطاعون في معصيته، في معصية الله تعالى، لكن لا يحرض عليهم ولا تثار الدهماء والغوغاء عليهم لما في ذلك من الفتنة والإثم الكبير والشر المستطير، بل يصبر على ما قد يصدر منهم من جور، ويتضرع إلى الله تعالى بطلب صلاحهم وصلاح بطانتهم حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. معشر المسلمين، ولقد تواردت وتواترت نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة على الإنكار على الذين يبادرون الأمور قبل تحققها أو يشيعونها ويذيعونها على عواهنها دون نظر فيما يترتب على ذلك من أثر على الدين أو على المسلمين، فجعل الله تعالى ذلك من خصال المنافقين وأفعال الجاهلين، إذ يقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي قبل الرد إلى أولي الأمر منهم، أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحابه في زمانهم، وإلى أولي الحكم والعلم في كل زمان ومكان في مجتمع المسلمين، ليستنبطوا منه ما ينبغي من توجيه بشأنه. فجعل سبحانه إشاعة الأخبار المتعلقة بالأمن أو الخوف من أعمال أهل النفاق ومن اتباع الشيطان والترويج لكل مغرض فتان. معشر المؤمنين، وثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال. وفي سنن أبي داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا، أي قالوا ويقولون. وفي مقدمة صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم: التبين من الله تعالى والعجلة من الشيطان، يعني في تلقي الأخبار والعمل بمقتضاها دون روية وبينة. أمة الإسلام، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تكاد تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأبلغ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في أموركم عامة، واتقوا الله فيما يريدكم من الأخبار والنشرات خاصة، فلا تتقبلوها حتى تعلموا ثقة ناقليها ونفع مضمونها، وأنها مما ينفع الناس ولا يضرهم. اتقوا الله في ذلك، لا تتلقوا أخبار الناس على عواهنها، ولا تنشروا ما لم تثبت لديكم صحته وفائدته، حتى لا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون، ولا تجنوا على دين الله تعالى ولا على عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمورنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وذوينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم، وحافظوا على شرعه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تنسبوا إلى شرع ربكم ما لا تعلمون صحته، ولا تنسبوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لم تثبت نسبته إليه بتلقيه عن أهل العلم المعتبرين، أو نقله عن دواوين السنة المتلقات عند الأمة بالقبول. فإن من نسب إلى دين الله تعالى ما ليس منه فقد افترى على الله الكذب، وأضل عباده عن هداه، وقد نفى الله جل وعلا الإيمان والفلاح عمن افترى عليه الكذب، وصفه بالنفاق والكفر، وأخبر عن غضبه سبحانه وتعالى عليه وشدة وعيده له بالعذاب الأكيد. وما ذاك عباد الله إلا لعظم جريمة من افترى على الله الكذب في حق ربه، وكبير جنايته وظلمه لعباده، وتسببه في تشويه الدين الحق وصد الخلق، أو إشغالهم بما ليس من الدين الحق. أيها المسلمون، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليلج النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أو قال يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. معشر المسلمين، وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يشير إلى قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أن الدين لا يؤخذ عن هم عمن هب ودب من الناس، وإنما يؤخذ عن أهله الذين عرفوا بتلقيه بسنده، وأخذوه عن الأكابر، واشتهروا بالعمل به وتعليمه للناس والدعوة إليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من سعادة الأعجمي، يعني المسلم الجديد والحدث يعني الشاب، أن يوفق لصاحب سنة يأخذ عنه، أي دينه، أن يأخذ دينه عن ثقة. أيها المؤمنون، وذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه أثرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين موثقة منذ عهد سليمان عليه السلام، يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا، أي تحدثهم بأحاديث تنسبها إلى شرع الله تعالى. وذكر مسلم أيضا رحمه الله في مقدمة صحيحه أثرا آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان ليأتي الناس، يعني في مجالسهم بصورة إنسان، فيحدثهم بالحديث، فينقلب أحدهم يقول: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أعرف اسمه يقول كذا وكذا، يعني يتكلم بالشرع كلاما يشبه به على الناس ليضلهم عن الهدى. معشر المسلمين، إن هذا الذي حذر منه الله جل وعلا ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبه على شأنه السلف الصالح الأول من هذه الأمة، قد وقع فيه كثير من الناس في يومنا هذا أو في زماننا هذا، بعد أن وجدت ما يسمى بأجهزة التواصل، فصار الناس
يأخذون ويتلقفون ما أعجبهم أسلوبه بغض النظر عن كونه مؤيداً بآيات الله المحكمة أو أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو كلام أهل العلم المتقدمين أو المعاصرين الموثوقين، فينشر ذلك لأنه أعجبه. وقد تكون قصصاً خيالية، أو تكون رؤاً منامية، أو تكون مأخوذة عن ضلال الصوفية والرافضة وأشباههم من الطوائف الضالة، فتجد الناس يتبادلونه، وخصوصاً الشباب والنساء، فيشتهر هذا الأمر المكذوب الموضوع المنسوب إلى دين الله تعالى وليس منه، فيكون الناشر والعياذ بالله قد افترى على الله تعالى بنشره ذلك الكذب، وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة شيء من دينه وهو ليس منه، بإضافة شيء إلى دينه وهو ليس منه، وكذلك يكون قد ساهم في إضلال عباد الله عن هدى الله أو شككهم في المعلوم مما كانوا عليه من الحق. فاتقوا الله عباد الله، ولا تنشروا ولا تشهروا هذه الإشاعات وهذه الرسائل المجهولات، فتضل عباد الله تعالى عن هداه، وتتسبب في تحميل أنفسكم ما لا طاقة لكم به يوم لقاء الله. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دينكم، واتقوا الله تعالى في إخوانكم. لا تنشروا إلا ما علمتم أحقيته وصحته، وعلمتم بعد ذلك منفعته من مضرته، وأن مصلحته كاملة أو راجحة. اتقوا الله في هذا الشأن، فإن هذا الأمر قد استشرى وانتشر بين المسلمين، وصار الناس يتعبدون بعبادات لا أصل لها، فأشبه النصارى والعياذ بالله بأن يتعبدوا بما هو محرف ومبطل وباطل منسوب إلى دين الله جل وعلا. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أهليكم وذرريكم، واتقوا الله في المسلمين من حولكم ومن غيرهم. اتقوا الله، لا تنشروا إلا الحق، ولا تقولوا إلا الصدق، ولا تتعبدوا لله تعالى إلا بما تعبد به سلفكم الصالح، فإن عرفتم ذلك فاعملوا به واحمدوا الله عليه ودوموا على مثله، واسألوا الله المزيد من جنسه، وإن لم تعلموا فاعملوا بقول ربكم جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، بأن فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل به خالصا لربنا، وجعلنا على منهاج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالحين، وثبتنا على هداه وزادنا من توفيقه، وختم لنا بخير أعمالنا، وتوفانا أحب ما كنا إليه وكان إلينا، ونجانا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى، والدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا فيه، وأحبابنا المؤمنين والمسلمين. أسأل الله عز وجل ذلك، وأستغفره سبحانه وتعالى من موجبات العقوبة والمهالك، وأستغفره سبحانه وتعالى من كل ذنب، وأتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل علينا السماء مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا، واجعل ما آتيتنا من رزقك قوة لنا على طاعتك، ودليلا منك على رضاك، وسببا في رفعة الدرجة وعلو المقام عندك دنيا وآخرة. واجعلنا اللهم لك شاكرين وذاكرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة الله، سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد من اللأوى والجهد والضيق ما لا نشكوه إلا إليك.
اللهم أغثنا غيثا مباركا هنيئا مريعا عاما صحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.